قريبا ستزول عن السوشيال ميديا. إذا كنا اليوم نناضل بشكل سلمي فلا ندري ماذا سيحدث في المستقبل، لأن كل طرق إزالة الاحتلال مشروعة أمام المغاربة والمستقبل لتحرير السوشيال ميديا. هذا الميم كيطبع عن الأقوى المضيح وفي كل المدن وفي كل القرى المغرب الجريح سبت محتل. هذا ما نسيه وزراء المغرب، هذا ما نسيه نواب البرلمان النياب، هذا ما نسيه كذلك رؤساء الإحزاب السياسي. خيط هذه الفاق